بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو 90 81 كيتعلق بالدالة التألفية والدالة الخطية. إذا المستوى النسبي إلى معلم تعلم منظم أو إي جي تعتبر الدالة التألفية المعرفة بما يلي: أن إف لإكس يساوي 2 إكس ناقص 4. ليكن دي تمثيلا بياني في المعلم، أولا أحسب صورة العدد إف 2 وصورة العدد 1. إذا ألف، إذا لدينا صورة العدد صفر دالة اف. إذا فيما كاين اكس غادي نعوضه بصفر، إذا 2 إكس هي 2 ضرب صفر ناقص 4. إذا في صفر هي صفر ناقص 4، صفر ناقص 4 هي ناقص 4. إذا صورة العدد صفر دالة اف ناقص 4. ثم صورة العدد 1 دالة اف هو 2 ضرب، إذا نعوض اكس بواحد، 2 ضرب 1 ناقص 4، 2 في 1 هي 2 ناقص 4. حول الفرق إلى مجموع نحتفظ بالحد الأول ونضيف إليه مقابل الحد الثاني 4 مقابل الأول ناقص 4. مجموع الديلوما شرطان مختلفتان إذا تعطينا هي ناقص 2. ثم ب، حدد العدد أ الذي صورته بالدالة إف تساوي 2، هي العدد أ الذي صورته بالدالة إف تساوي 2. إذا هذا شنو كيعني؟ يعني أن صورة العدد أ تساوي 2، و أ غادي نعوضها بإكس، إذا 2 أ ناقص 4 تساوي 2، إذا 2 أ ناقص 4 نحولها للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة. إذا كيفاش كتحسبو معادلة من الدرجة الأولى؟ 2 أ تساوي 2 زائد 4 هي 6، نقسمو على 2، 2 أ نقسمو على 2 باش نخلصو من 2 في الطرف، 6 نقسمو على 2، نختصمو ب2 غتبقى أ. نقسم على 2 هي 3. ثم السؤال جيم، دابا جيم، هل النقطة اش 1 2 تنتمي للمستقيم تي؟ هل النقطة اش الفصول ديالها 1 2 تنتمي إلى المستقيم تي 1؟ باش نبينو بأن المستقيم تي 1 يعني خصنا نعوضو مثلا 1، خصنا نلقاو بأن الصورة ديال 1 بالدالة اف كيساوي 2، إذا خصنا نبينو، يجب أن نبين أن صورة العدد 1 بالدالة اف كتساوي 2. إذا لدينا صورة العدد 1 ديجا حسبناها، ما غاديش نبقاو نحسبوها، أنها كتساوي ناقص 2، ومنه وهذه كتخالف 2 يعني ما كتساويش 2، ومنه النقطة اش لا تنتمي إلى المستقيم دي 1. إذا خدينا الصورة ديال العدد 1 بالدالة اف هي 2، من خصنا نبينو هذا ما كنعرفوهاش، يجب أن نبين بأن صورة العدد 1 بالدالة اف 2 كتساوي 2. إذا لدينا صورة العدد 1 حسب هذا اللي حسبنا لقينا ناقص 2، فهي كتخالف لينا 2، بالتالي هاد النقطة اش لا تنتمي إلى المستقيم دي. السؤال د، حدد أفصول نقطة تقاطع مستقيم تي 1 ومحور الأفاصيل. إذا الصورة ديال تقاطع تي 1 ومحور الأفاصيل، هنا باش نعرفو نحدو هاد النقطة، مثلا غادي نفترض أن هذا هو المعلم، نفترضو أن النقطة مستقيم تي 1 هو هذا. إذا تي 1 خصنا نحدو مثلا هاد النقطة ديال تقاطع مستقيم تي 1 مع محور الأفاصيل، وهاد النقطة القطب ديالها شحال كيساوي؟ صفر. يعني أن إف إكس تساوي صفر، يعني خصنا نحدو بأن الأرتوب ديال النقطة هاد النقطة كيساوي صفر. إف لإكس هي أش؟ هي 2 إكس ناقص 4 تساوي صفر، 2 إكس تساوي صفر، 4 نحولو للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة ديالها، 2 زائد 4، 2 إكس تساوي 4، إكس 2 إكس نقسمو على 2 تساوي 4 على 2، نختزلو ب2 تبقى لنا إكس تساوي 2. إذا أفصول نقطة، أفصول نقطة تقاطع تي 1 هو محور الأفاصيل هي 2. إذا أفصول نقطة تقاطع تي 1 محور الأفاصيل هو 2. إذا جينا عوضنا 2 غادي نلقاو 0، 2 في 2 هي 4، 4 ناقص 4 هي 0. ثم عندنا السؤال
ثم ثانيا ديال الشطر الثاني في المغرب، إذا كنت شيء الدال على الخط الذي تتم بيان دي 2 ويمر من النقطة بي ناقص 1 2. أولا حدد أن بين أن جي إكس كتساوي 2، إذا ألف نبين أن جي إكس تساوي ناقص 2 إكس. شنو عندنا؟ لدينا بي الإحداثيات ديالها ناقص 1 2 تنتمي إلى المستقيم دي 2 اللي هو التمثيل المبياني ديال الدالة الخطية جي، تنتمي إلى مستقيم دي 2 اللي هو تمثيل المستقيم ديال، يعني بأن صورة العدد ناقص 1 بالدالة جي كيساوي 2، يعني بأن صورة الدالة إف تساوي 2. ونعلم أن جي دالة خطية يعني كتمر من أصل معلم، تكتب على شكل جي لإكس تساوي مثلا بإكس نالي نحدد بي هي اش، بما ان جي ناقص 1 كتساوي 2، اذا بي تساوي جي لي ناقص 1 على ناقص 1 تساوي جي ناقص 1 كتساوي 2 على ناقص 1 تساوي ناقص 2، ومنه جي اكس تساوي ناقص 2 اكس. هذا هو المطلوب منا. سؤال ثاني، حدد اصول نقطة تقاطع تمثيل ما بين دي 1 ودي 2. ب لنحدد أفصول نقطة تقاطع تمثيلين دي 1 ودي 2، يعني إلا خدينا مستقيمين هاد دي 1 ودي 2 خصنا نحدو أفصول ديالهم مع محور الأراتيب، تمام، مع محور نحاول نعرف خصنا نحددو الأفصول ديال هاد النقطة، الأفصول ديال هاد النقطة مثلا مكنعرفوش إكس مكنعرفوش، هنايا تايجان مكنعرفوش، ولكن في هاد الحالة إلا خدينا هاد التمثيلين المبيعيين دي واحد ودي اتنين عندهم نفس الأرتوب، عندهم نفس الأفصول، يعني إيش؟ يعني أن الأرتوب ديال مستقيم دي واحد كيساوي الأرتوب ديال مستقيم دي اتنين، الأرتوب ديال مستقيم دي واحد شناهو؟ هو اتنين إكس ناقص أربعة، عندنا إيكغيك كتساوي اتنين إكس ناقص أربعة، هذا ديال دي واحد التمثيل المبيعي ديال دي واحد. وعندنا y كتساوي ناقص 2 اكس ديال التمثيل المبياني ديال دي 2. اذا الى خدينا الاصول ديالهم يعني عندهم نفس الاصول، يعني عندهم نفس الارتب، يعني 2 اكس ناقص 4 تساوي ناقص 2 اكس، يعني الارتب ديال المستقيم دي 1 كيساوي الارتب ديال المستقيم دي 2. هنا غادي نحوزو 2 اكس، غنحولو 2 اكس حل الطرف الاخر، ولي 2 اكس تساوي هنا شحال بقى عندنا 0 زائد 4، هذا نردو على الطرف الاخر نغيرو ليها الاشاره، 2 اكس زائد 2 اكس هي 4 اكس تساوي 4، يعني اكس يساوي 4 على 4 اكس على 4 مقسوم على 4، نختزل ونبقى عندنا اكس حتى نختزل ونبقى عندنا 1. اذا نقطة او لا نقطة افصول نقطة تقاطع دي 1 و دي 2 هو 1، اذا الافصول ديالها فاش تقاطع هو 1. اذا عوضنا 1 هنايا اش غتعطينا؟ إذا عوضنا واحد هنا شغال يعطينا اثنان ناقص اثنان، وإذا عوضنا واحد هنايا غتعطينا كذلك ناقص اثنان، إذا الأفصول ديال التقاطع ديالهم هو واحد. ثم جيم نرسمو التمثيل المبياني، هنشي التمثيل المبياني دي واحد بديتنا في معلم متعلم منظم، لأن غادي ناخدو واحد التمثيل المبياني رقم واحد معلم متعلم منظم، غادي نديرو التدريجة يعني ما بين تدريجة وتدريجة مثلا واحد سنتيمتر واحد، نفس الشيء هنا ندير ما بين التدريجة وتدريجة واحد سنتيمتر. إذا هذا هو التمثيل، إذا عندنا صفر، عندنا إي، إذا واحد، جوج، هنا إي، ثلاثة، خمسة، هنا جي، هنا واحد، جوج، ثلاثة، هنا عطيني عفوا، جوج، ثلاثة، خمسة، ستة، ناقص واحد، ناقص اثنان، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص واحد، ناقص اثنان، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة. إذا اللي خدينا جي واحد، جي فهو كيمر من أصل المعلم، إذا نصبو جي واحد.
عندنا كمال النقطة ناقص واحد اثنان، إذا عن جنب ناقص واحد هي، ثم عندنا اثنان هذا، غادي ندير التمثيل يمكن ديال هذه النقطة، هاي اثنان، غادي نجيو لواحد هو ناقص واحد عفوا، إذا عندنا هنا، عندنا إيه ناقص واحد اثنان، التمثيل المبيعني ديال الدالة الجي فهو كما رسمنا عليه لأن دالة خطي معلم، إذا هذا رسم مستقيم كما من أصل المعلم من النقطة اللي مثلناها، إذا هنا عندنا التمثيل المبيعني ديال دي اثنان، دابا هذا رسم التمثيل المبيعني ديال دي واحد، اللي عندنا صورة العدد صفر كتساوي، إذا حسبنا بأن العدد صورة العدد صفر كتساوي ناقص أربعة، وصورة العدد واحد كتساوي ناقص اثنان. إذا صورة العدد واحد كتساوي ناقص اثنان، إذا نرسمو تمثيل بين هاد النقطة، إذا واحد جوج هي عندنا ناقص اثنان، إذا نرسمو الصورة ديال الأعداد واحد كتساوي ناقص اثنان، إذا هي هادي، إذا عندنا نقطة التقاطع هذه، ثم عندنا صورة العدد صفر هي ناقص أربعة، إذا عندنا صفر صورة صفر ناقص أربعة، إذا هنايا إذا النقطة الأخرى تانية هذه، إذا إحدى ديال صفر ناقص أربعة هو، ثم واحد ناقص اثنان اللي هي دي اثنان. دي واحد، إذا الصورة ديال دي واحد، وديجا بينا بأن إذا الأفصول ديال التقاطع ديال دي واحد ودي اثنان هو واحد، إذا عندنا هاد الأفصول ديال هاد النقطة ديال التقاطع هو واحد اللي هو اي، إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال دي واحد ودي اثنان. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة خليها في الكومنتير. السلام عليكم ورحمة الله.